الرشيدية قاعدة تخدم توا وعاملة فيستيفال اللي يصير كل رمضان معناتها في وسط المقر نتاع الرشيدية ويقدموا فيه موسيقى تونسية. الفكرة وقت اللي جاتني معناتها من عند مدير المهرجان سي الهادي المحلي انه نقدموا موسيقى تونسية لكن نقدموها زيد رانا اوني اون 2017 كيفاش باش تجبد دي جون معاك باش يجيوك في رمضان وتشوف راه لا كونكورونس كبرت على الاخر معناتها تشوف ساعات برمجه نتاع سالون دو تي تلقاها تهبل اكثر من فيستيفال ولا تشوف وتله يبرمجوا معناتها فما اون كونكورونس ساعات سالون دو تي تعمل برمجه في رمضان اكثر من فيستيفال اكثر من فيستيفال تشوف الحاجات اللي في وتجيب فنانين واسامي تجيب فنانين ومسرحيات وكل شيء معناتها بروغراماسيون كامله دونك الفكره جات كيفاش